فاش كيمشي عليك الطوبيس وكتكون غادي للمدرسة؟ النوع الأول. ماما نعم ولدي حسام، علاش رجعتي بعدا ياك لاباس؟ مشى عليا ماما ترونسبور ديال الايكول ديالي الى حقاش، خرجت معطل. ماشي مشكله ولدي حسام، انا غادي نوض نلبس الجلابه وغادي نوصلك بلا فواتير ديالي. صافي ماما ميرسي بوكو، اسمحي لي غادي نعذبك معايا ما نبقاش نعاود. لا لا ولدي حسام عذابك راحه، اصلا هذا الشيء كيوقع عادي ماشي مشكل. يلا سالينا الويتو بوشي كالويتو الويتو بوشي كالويتو الويتو بوشي كالويتو ماما عرفتي شنو بغيت نقول لك؟ شي حاجه ما تقلقيش وصافي عافاك. غير قول لي يا ولدي حسام مالك، ما غاداش نتقلق منك. نسيت ماما الكوتا ديالي محطوط فوق الطابله اللي تندي معايا. صافي ولدي حسام غير هادشي، ماشي مشكل، نرجعو نجيبوه دابا، شنو خاسرين حنا؟ صافي ماما وي شكرا بزاف، حيتاش انتي احسن ام وكتفهمي وما كتعصبيش عليا دغيا. النوع الثاني. ماما مالك تعاوتاني؟ اش خاصك؟ اجي بعدا؟ اش كديت حتى هنا؟ دابا خاصك تكون في المدرسة. واي راه عرفت، ولكن راه مشى عليا الطوبيس لحقاش خرجت معطل، واصلا هاد القراية ما فيهاش خير، كون كان فيها الخير كون كاع ما يمشي عليا الطوبيس ومشيت قريت. شنو مشى عليك؟ مشى عليك الطوبيس؟ حيت انت لامك حمار، حيت انت لامك دحش وكيضاغ وبغل. ياك تنقول لامك بقا تنعس بكري، كضل شادك المشقوف غادي يخرج عليك، كون محشم واحد كون شيت على امك بهاد التبصيل عيبت امك من وجهك. انت غادي تقتلني هاد النهار. صافي صافي علاش كتسالني؟ علاش؟ ايوا صافي منعاود منعاود صلحتك وحدك. ربي ديالي قول لي والله عرفتك والله انا وما نسيت. استغفر الله والله سهمتيني امك سخفتيني. يلا نوض خلاص نديك في الطاكسي، ديما زايدني عا في الخسران. اتخاصي اصلا على فلوسك وانا خليتيني نعس تحسن ليا حتى نغداو ونجي. وانا خلاص قبل ما نجي نعاود امك. اصافي عشي بلايصه هنا، عشي بلايصه هنا. شحال بعدا؟ نعم 20 درهم. انت مالك موصلنا الصحراء؟ راه جبتينا على المدرسه عاد خطوات، راه تنجي ب 300. شد 300. نسيت محفظتي. ماما مالك تاش بغيتي عاوتاني؟ والو راه نسيت كوطابي في الدار. عاود عاود شنو نسيتي؟ كوطابك؟ هادشي كيضحك ياك. اي هيا ماما صافي عافاك سمحي ليا، افتح الباب عافاك افتح الباب افتح. امك